عليك الشرط كذا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أزاول المهام الدفاع أن أزاول المهام الدفاع والاستشارة والاستشارة بشرف وكرامة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة وضمير ونزاهة استقلال الإنسانية استقلال الإنسانية وألا أحيدة وألا أحيدة عن احترام الواجب مؤسسات قضائية قواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح وأن ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة أنا سعيد جداً بهذه اللحظة المباركة لحظة تقديم مجموعة من المترشحين والمترشحات للتمرين تقديمهم أمام الغرفة المختصة لتلقي القسم القانوني والتي يرأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة. طبيعة الحال هذه المجموعة هذه كلها قدمت طلبات الترشح ديالها أو الترشيح ديالها خلال شهر مارس المنصرم اون بلان كونفينمون، والآن صبحت الملفات ديالهم جاهزة وأصدر مجلس الهيئة قرارات بقبول تقييدهم بلائحة التمرين، وبطبيعة الحال نحن سعداء أكثر منهم بانتمائهم إلى هيئة المحامين بطنجة عبر لائحة التمرين، وسنواكبهم إن شاء الله وسنواكبهن إن شاء الله في تعلم أحسن طرق المرافعات النموذجية وطرق تعلم هذه المهنة النبيلة والمشهورة عبر التاريخ. لهم مني كل دعوات بالتوفيق والنجاح، ومرحبا بهم في هيئة المحامين بطنجة التي تسع هؤلاء المحامين المتمرنين وغيرهم، وشكرا. الحمد لله، اليوم أدينا القسم القانوني للولوج لمهنة المحاماة حسب المادة 12 من القانون المنظم للمهنة. طبيعة الحال الجلسة عرفت حضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والسيد الوكيل العام للملك لنفس المحكمة وأيضا السيد النقيب. شرف الانتماء لهيئة المحامين بطنجة، المهنة العريقة، المهنة العتيدة. كنشكر الوالدين ديالي وكنهدي لهم هذا النجاح هذا، وكنشكر افراد الاسره ديالي، وكنشكر العائله ديالي، وكنشكر ايضا الاصدقاء، وكنتمنى لجميع الزملاء اليوم مسيره مهنيه موفقه ان شاء الله، وشكرا جزيلا. اليوم انا جد سعيده لكون تم ولله الحمد اداء قسم المحاماه طبقا للماده 12 من قانون 2808، وذلك بحضور السيد الرئيس الاول لمحكمه سيناف والساده المستشارين والسيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمه. يعني في الحقيقه هي فرحه لا توصف، وذلك يكفينا يعني اعتزازا وافتخارا بانتمائنا لمهنه العظماء والنبلاء وبالضبط هيئة المحامين بطنجة باعتبارها هيئة عريقة غنية عن التعريف. ويعني نتمنى أن نتحلى إن شاء الله بمضامين هذا القسم، وأن نكون يعني فوجا ذا يعني قيمة مضافة إن شاء الله. يعني في هذا الصدد أود أن أتقدم بجزيل الشكر لعائلتي ولكل من ساندني، أمي وأبي إخواني، وشكرا وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.